السلام عليكم يا معلم، كام الميزة ده؟ أنا بشتريش والله، أنا بعرف الناس الأسعار على اليوتيوب. عندك قناة على اليوتيوب وبعرف على الناس الأسعار. كسرة كام دي؟ كسرة جوز؟ عايز فيها كام بس؟ المورد اللي 3000. مرادك رمتي؟ عمرها قد ايه الشهرين دول؟ عمرهم كام؟ كسرة جوز صح؟ كسرة جوز؟ اه. كسرة ستة يا عم. ربنا يوسع عليك يا رب. نوتو دول يا معلم؟ ذكر ونتاي، ونتايتين اهو. ذكرين اهو. انا بعرف الناس اللي على الاسعار على اليوتيوب. ماشي يا صاحبي. عاملين كام بالارض الله؟ عاملين 3000 دول؟ اه 3000. تايتين؟ لا ذكرين. ذكرين؟ ده عمر 200 عاملين 35. وده هو ذكر وانتهى عاملين 3 ونص. دول كام يا عم محمد؟ 10 35. دول 40 تايتين لبانه مفكوش ولا سنه. خالد شام قدام خالد بور. ده خالد بور قدام بلدي. ذكر وانتهى عاملين 4100. 400. اه ذكر اسعارنا هي ولا ممكن؟ لا لا اسعار غاليه شويه. اللحمه غاليه، اللحمه ب 190 وب 200. ربنا يوسع عليك يا رب. الحته فيها 10 كيلو تقريبا، في 200 وفي 2000. ربنا يوسع عليك يا رب. حاجه نضيفه قرعه شويه في لباني بيبقى فارس 100 100. معاك تليفون؟ معاك. انت عندك حاجات زي دي ولا انت قاعد في بيتك؟ لا عندي. طب الرقم تليفونك؟ 010 09 69 84 84 27 27 49. اسم حضرتك؟ محمد جمعه. محمد جمعه تمام. عندنا جميع الاصناف، بور وشامي وبلدي، الحاجات الحلوه كلها ما شاء الله. خلاص لو انا دي قناه عروض المعاش على اليوتيوب، لو اي حد رن عليك ولا كده تابعها تعمل معاه الواد ان شاء الله. علمني. الله يبنينا بيه. الله يكرمك. والده ده رئيس؟ ده عامله كام دي؟ 25. قفله ده ولا ايه؟ قفله. طب منين؟ وسنة؟ منين؟ من وسنة. 25. والله انا مش عليك طبعك الحاجه ده يا معلم. طبعك دول؟ اه يا عامله كام دي؟ ده عشر ورادك. عشر عليه؟ اه عشر عليه ابن اكبر يعني. وميزه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. 4 سنين. كسره كام؟ 4 سنين. اه 6 سنين. بتاع كده لسه خمسه اخر واحد ما طلعش، اخر واحد بيطلع لسه. اه صعب الخمس. بالصلاه على النبي. حاجه بالصلاه على النبي فينا مش منها خالص. عايز فيها كم بالمرد؟ بمرد الله. بس انا بعرف الناس الاسعار، انا عايز سعر بما يرضي الله. بمرد الله والله ما بخسرها ب 36 ونص. 36 ونص. 10 قد ايه؟ 10 3 اشهر. 3 شهور؟ فاضل لها شهرين يعني. اه فاضل لها شهرين، اقل من شهرين يعني. بس تم الشهر، تم الثلاثة. اه تم الثلاثة حلو، ودي عشرة أخي خالص هي الكبيرة دي. هصورها بس دي الأول. حاجة إيه؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ده الصنف ما فيش حل يا ولد. الصنف ما فيش منه دي بالصلاة على النبي. ما فيش حل تاني. دي عشر. اه دي عشر. خسر ايه دي؟ دروس دي رخي. دي ده ما 15 ممكن ولدي. لسه جديد يابا خالد. جديد.
بكم دمان؟ بكم دي؟ والله ب36.5 36.5؟ اه ميزة بس ملاش حل ميزة وبروس خليته وبروس العكفة هي الزرايب العكفة هي لا ده بروس يا ابو الزرايب العكفة هي خليته وبروس هدية ميزة ملاش حل بالمعين اللهم صل على النبي ذهب 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 تبعك برضو؟ دي شوكولاتة ايه دي؟ لا دي ورا ذكر برضو؟ كسر ايه دي؟ الحلال الحلال يكسب الحلال يكسب زين زين اربع سنين الحلال يا ستة ذكر ها ها ورا ذكر ورا ذكر ذكر بحاله للسلام عايز فاكر بس زياد شكرا لك مي الله اكبر ذكر خالص اسمي في سمك يسيح شوي شوف كده عامل ازاي اوعى وشك طول عامله كم؟ 4000 الله جرب انت ب2000 انت انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ لا ده انا بصور بعرض على اليوتيوب انت منين الاول؟ ها؟ منين؟ انا من كفر انت بتكون مركز تالي مركز تالي؟ اجدع نسيم طب ورقم تليفونك برضه عشان لو حد احتاج حاجه ولا كده لو كده يرن عليك ورقم تليفونك 012 84 733 743 742 اسمه كريم؟ اسمه عمرو بدري بس عمرو؟ ما شاء الله لو اي حد رن عليك طبعا كنا تعرضوا الماشي رقم الحد كاميرا روح خد رقم وروح يابا احنا كلنا غلاب شمرنا يا دي شغلتها دي لحم دي شغل جديد لحم فيديو مخصي اللهم صل على النبي نعم يعمل له كم كيلو دي ها يعمل له كم كيلو يعمل له 30 كيلو لحم 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 صافي صافي كده وقايم قايم كده هيعمله 50 50 50 اللهم صل على النبي مخص ها مخص ده ما جدي مخص كسر ايه ده اه كسر 4 سنات افتحها كده بعد اذنك اه كسر 6 عايز في كام بس بمرض ده ما يرضى يا عم 4600 4600 ده سعر نهائي والمعزه دي ب 5200 دي شيله في اللحم اه دي لحم دي لحم بس معزه طيبه في اللحم قفله دي بقفله جديد عايز فيها كام النهارده اللي بقى عايز عايز فيها 55 55 شام ده اه دي شام زي لحم لحم كتير لحم كان عايز حاجه يتلحم انا معايا دي كلها لحم بمرد الله صل على النبي 42100 دي عايز فيها 45 دي انتهي؟ دي انتهي ورد لا بل ولا اسمه دي 42 وعايز لها 300 حلال عايز لها 300 حلال مش عايزك بس تزود قوي عشان الناس ايه؟ ما تتخضش من الاسعار لا ده احلى اسعار السنه اهي قفله جديد قفله جديد قفله جديد ربنا يرزقك يا رب انت منين الاول؟ من شبين يابا من شبين؟ شبين الكوره شبين نفسيه؟ ايوه من شبين نفسيه معاك تليفون؟ ايوه ابو زرع 10 تليفونك 010 60 60 533 533 402 402 طب لو حد انت شغال في ايه بالظبط؟ اللحم بس؟ اللحم بس اللحم كله؟ اللحم بس معيز بس المعيز والجديان اللحم المعيز والجديان اللحم ربنا يرزقك دي قناه عروض المواشي بتنزل الاسعار والكلام ده اي حد رن عليك تعمل معاه ماشي